يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحيى لهله يا يلالي يحيى لهله يحيى لهله جهز شوف اللعبة بدها صف حروف فكر دور جهز شوف اللعبة بدها صف حروف يحيى لهله يحيى للي يحيى لهله يحيى للي وتشيل السير من البير بدها تعلى بدها تطير وتشيل السير من البير يحيى لهله يحيى للي يحيى لهله يحيى للي كسب القمح ونسي الشعير لا له خمير ولا له فطير كسب القمح ونسي الشعير يحيى لهله يحيى للي يحيى لهله يحيى للي يحيى لهله يا لهله يا لهله يا لهله يا لهله يا لهله جبلي الروب بالورقة وقلي لبيسي يا لبقى قلت له جسمي أبيلقى لبسني وأنا نايمي يعطيك العافية بن عمي الله يعافيكي إني الله ما طيب ريحته روح غير ثيابك وغسي وتعال تحط لك الأكل سلام إني جوعان لك معاش الجوع تقبرني حدا بيشتغل فرن وبيجوع شو بدك يعني ضل أكل خبز حاف وعجين ماهي بيشتهي الواحد لقمة لقمتين وبعدين ولا يهمك دقيقتين بيكون الأكل على الطاولة يلا يلا غزيلة تعي معي لوين؟ على المطبخ ليش؟ بدي حط أكل لجوزك لقيت مذكره عيوني ذكره عيونك وعيون جوزك تعي بساعدك لحظة شوي أنا فوت قبلي لك لا تدفش حقيني يا ريت تعجلوا شوي انتو تنتين ويكون بعندك نظيره انا بحق لي اربعه تفضل استاذ شفيق لا والله يا عمي تفضل حاضر شفيق ما ملا حالي من قاعده البيت شو رايك اشتغل معك بالفرن منه بنتسلى ومنه ببقى جنبك ومنه بدخل النقرشين زياده على اساس هو فرن ابي لحتى مو شغلك فيه ايه بتمون ليش ابتمون ما قلت لي صاحب الفرن بيحبك بيحبني لاني عم اشتغل عن اثنين عني وعن شفيق وانا بشتغل عن اثنين عن نظيره وعن هي صرنا اربع شغيل باجره اثنين وخلي يمشي اللي عنده والله فكره معقوله بقول له للمعلم دعيني صحة حبيبي اعملي لنا هيك كاسه شاي شفيق عمالك عمالك ما تبقى عليك
نزلي صاجي صاجي. شحاري خايف عليه؟ إذا ما خفت عليك عمين بدي خاف. أعطيها ربطة خبز بالله. طول بالك شفيق، لا تحمل كتير، بكرة بصير معك وجع ظهر أو فتاق. عمي بدك تعطيها ربطة خبز ولا لا؟ مستعجلي. لا تعلي صوتك. اشتغلي مثل عالم الناس. ما بعلي صوتي. أنا بدي اشتغل مثل عالم الناس. تضربينا كفيه. لقوا ثلاثة وأربعة بضربك كذا ربع. والله حتى موتك. والله لك لا تركني على شفيق. خلاص تركني على. لا خلاص تركني على. شاي يعني شاي، شاي روحي شاي، شاي نظورة النامي. شو ما يضحكك؟ لا بس هيك يعني شغلة صارت معي بالفرن. يلا بكرة لما نشتغل معك بصير شوف كل هالشغلات ونضحك سوا. قل لك شي، خليكي انت قاعدة بالبيت أحسن لك بدل ما تروحي معي. أبدي، بدي روح معك. قلت لك لا. طب وين رايح تحكي معي؟ كبس علي النوم. والشاي اصطفل بشرب انا ونظيره. تفضلي نظيره. اهلا بونجور. هات بنجي هي سمينه صار كثير كثير بدي الخلق. ها وليش بقى ما بدي؟ شو بيعرفني بدي يا بالولاد ويعني ضلوا على اثنين صاروا اربعه. وين شحار ولا بيي؟ وين كانت مخبيتي نعلمي ما نحامي؟ لك هدول مو ولاد، هدول الناس عم يحطوا ولادهم عندها ويدفعوا عليهم مصاري. من ايمت؟ هقلها يومين وهي التالت. لكن ملعوني ليه؟ ما قول لحالي ما عاد بينت وما عاد طلع صوتها. دخليك؟ من وين ما تلم هالولاد؟ معقولة نظيرة الباب على الباب وما بتعرفي؟ شو شايفتيني واقفة على الباب لين نهار؟ لا بعرف. لك يا ستي هدول الولاد امهاتهم وموظفات، بيحطوا ولادهم عندها لبين ما يرجعوا من الشغل، يعني بتقدري تقولي بيبي سيتر؟ بيبي سيتر؟ وش قد ما يعطوها مصاري هالشغلة؟ ما سألتها. نظيرة؟ ليكون بدك تعملي مثلها؟ عيت بدي خلقي. قومي لوين؟ نشرب قهوة عند سميرة. لك عم قلك سالفة بدي الخلق وتقولي لي امشي روحي تشرب قهوة عندك. شوف عيني شوف، شوف عمور الشاطر، برافو عليك، برافو يا شاطر. يلا بنلعب هلا قريب البالون. نلعب البالون. مو انت هني. يلا العبوا بالبالوني. لك سميرة، وين لميت هالولاد؟ لك بالصدفة. رحت زيارة لعند جارتنا ببيتنا القديم، اجت لعندها اختها ومعها اولادها وعم تحكي قديش ملبكه فيهم وقديش مهمومه مشان هون. قامت عجبتني الفكره لانه طرحت علي انه انا اخذ لها اياهم. ايه؟ ليكي هدول اولادها. هيو هات هيو هي. وهدول اثنين من وين؟ اولاد رفيقتها وبكره جاييني ولد جديد. قبروني جاي. تعي تعي قعدي هون عيني، قبريني تعي عيني، خليكم هون ما تروحوا. ها انا دقيقه وبرجع. سميرة شو تعي تقل لك شغله حبيبتي؟ مو وقت هلا بدك تعي تعي تقل لي. تعي تقل لي بتعي. أنا ما أقول إنه هالولاد كتير عليك. شو رأيك نتقاسمي؟ مشانك ها؟ لا مو كتير علي. أنت خليكي بعيدة وكل شي بيمشي. ليش هيك ما تحكي معي؟ بس نعيك بيقول بدي آكلين. برأيي إذا بتحب الولاد كل هالقد خلفوا وربوا. ومين قال لك لا؟ أنا وقت اللي شفت هالولاد عم بحوصوا حواليي بالبيت طار العقل تبعي، راسي ما عاد حملني. دوز دغري رحت اتفقت مع كمال ومشي الحال. يعني خلال سن زمان إذا الله راد بده يصير عندنا ولد أو بنت، الدور الباقي عليكم أنتم. دوروا على حالكم. يعني انا من جهتي متفق انا وجوزي ما منجيب اولاد لحتى يصير عنا بيت ملك. ها وبركي ما صار عندكم بيت ملك ساعتها بنرجع منفكر. يا حرو بتكونوا هرهرتوا على اساس انت ست الصبايا. حبيبتي ست الصبايا ونص. خلاص غلطنا ومنك السماح. سميره هلق انت ايش قد فيكي تحملي؟ لك على هالسؤال شو بعرفني قد ما الله بيقازي. هقولك ما قصدي على الحمل، الحمل قصدي عن هدول الاولاد. عجبتك الشغلة؟ اي بالله عجبتني كثير كيسي. يا الله ولك ليكي محلاهي. لهالدرجة حبي الولاد نظيرة؟ أبعرف هلق حبيتي. طيب جيبي ولاد شو عم تنتظري؟ ليكون عندك مشكلة؟ في مشكلة بس عندك مو عندي. هلا أنا عم بحكي عن جد، ليكون عندك مشكلة لازم تلاقي لها حل. لك أفي مشكلة ولا شيء، بس نلاقي فرصة عمرنا أنا وشفيق رح يصيروا دزينة ولاد. آخ يقبروني محلاهي. مين هدول؟ ولادي بس يجوا. مع السلامة. مع السلامة يا زود حياتي. مرحبا. أهلين. مرحبا حبيبي كيفك؟ سلم على خالي ماما. مرحبا كيف صحتك؟ الله معك يسو. الله يخلي لك يا رب. بقاطركم. مع السلامة. على فكرة سميرة حبيبته لابنك وحبيبتك إلك كمان، وأنا شخصيا حبيته كتير. شو بدي أقول لك؟ إذا عندك حدا من قرايبينك أو جيرانك بدهم يحطوا ولادين عند حدا، أنا شخصيا ما عندي مانع. عن جد؟ في ناس انا بعرفهم ببعت لك اياهم.
ولك إلهي مولاي يوفقك إلهي. انبسطتي؟ إي بالله انبسطت من نص دينه لقلبي، بس بدي إياكي تزعلي، بتعرفي كل واحد بهالعالم أبي ياخذ إلا نصيبه، وإذا بدك أنا بساعدك وبوقف معك، مشان ما تقولي نظيرة أنانية، لأنه هي تربية أولاد، مو حيالله شغلة متخانق عليا، عيب. المهم ما تقربي لي على زبوناتي وتسرقي لي إياهم. شحاري هالحكي، لك مو هلا قشت فيكي؟ ما شفتي بعينك وسمعتي بدانيك؟ منشوف يا نظيرة، ماشي. بتشوفي يا نظيرة، ماشي. يا الله، ما أحلى الأولاد يا الله، لك عيني يا ربي ما أحلى هيك. دخيلك يا ربي، شو ناقصني أنا حتى ما أجيب أولاد؟ ناقصك كثير حبيبتي، متى تلاقي فرصة عمرك أنت وجوزك؟ شحاري كان نصحي، وبلكي ما لقيناها، بنضل هيك بلا ولد. لا، هلا صايرة وصايرة، منجيب ولد بمرقبة عشقة اللي بدنا نربيه. وبلكي ما وافق جوزك، شو بتعملي؟ وليش حتى ما يوافق؟ ليكو هو عم يقضي نهاره كله برات البيت، وأنا هون لحالي يا حسرتي مثل ما لك شايفة، وحدانية. طيب يا ستي جيت معك أنا، بلكي ما وافق جوزك تخلفه. قلي لي شو بتسوي؟ لا تخافي، أنا بعرف كيف خليه يوافق. وأنا بساعدك، أبدي مساعدتك. ولك أنا ما تخليني الحكي، ما خفت أخليك. شفيق قوم 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 اشرب حليب. قوم حبيبي قوم. صباح الخير، كيفك؟ شو هاد حليب؟ ليش هيك من غير ليش؟ اشرب. وانتي؟ انا ابدي، المهم انت. انا رح اجهز لك فطور، واذا بدك يعني بجيب لك الفطور لهون على التخت. لا لا، بفطر برا، بفطر برا. مثل ما بدك شفوقتي، الحقني. وهالبيضة كمان آخر وحدة. ما اعتقدر نظيرة، خلاص من شاني. هلا ما عدت فاهميني بالأول، ليش هالدلال كله؟ لهلاق والسبب فهمت؟ لا، في شي فهمته، بس في شي كمان ما عم بفهمه. بيقولوا إذا كانوا العرسان حابين بعضين ومدللين بعضين، بيجوا ولادين حلوين، وعلى الأغلب بيجوا صبيان. ولاد؟ ايه ولاد. شبك ليش ما تطلع فيي هيك؟ منين انا بدي اعيش الاولاد؟ نسيت شو كنت تقلي بالضيعه؟ شدي همتك يا نظيره وجيبي لنا 10 اولاد. ايه بس لما طلعنا من الضيعه اتفقنا ناجل الموضوع شوي لبين ما نلاقي فرصه عمرنا ونعرف كيف نعيش. غيرت رايك؟ بعدين انا ما من لحالي بالبيت، وبدي مين يسليني؟ واذا من شان المصروف بيقول الولد بيجي وبتجي رزقته معه. ولك يا عمي بكفي نحن ما تعلمنا مثل عالم الناس، خلينا من الأول نلاقي فرصة عمرنا لحتى نعرف كيف نربيهم ونعلمهم بدون ما نخاف على مستقبلهم. أبدي ما رح تقنعني هالمرة، بدي أولاد يعني بدي أولاد. قم روح على شغلك، لا تتعب حالك، مستنيتك. وشغلي مستنيني. ايه مالك بتفضل؟ عفوا انا بسألها إلا اذا بتريدي. شفت لك يا هون عم يفكروا، صبري لك كام يوم برد لك خبر. يلا خاطركم، مع السلامة. باي باي حبيب قلبي، الله يكون معكم. ولك الهي مولاي وجه لك الخير كيف ما اتجهتي، شمال وشرق وجنوب وغرب، ويخلي لك ولادك يا قادر يا كريم. لك شو انت مفكره الشغله هيك؟ ولا مفكرتيها تربايه كمصوص مثل ما كنتي تعملي بالضيعه عندكم؟ ما هيكي؟ انت شو رايك؟ انا برايي انك تلملمي حالك وتوقفي عند حدودك. ما هيك بالله؟ انت شو رايك؟ زوتي يا نظيره. ما هيك بالله؟ انت شو رايك؟ ياخدك الله. والقايله Thank you.
شفقفق حبيبي، لا تقلي شلت شي ثقيل اليوم. يلا شفقتي قوم حبيبي شفقتي. تأخرت على الحليب. يلا لك يلا قوم يلا شرب حليب. ما بدي مكتر سكر. ولك كيف مكتر سكر؟ ما حتى تسكر. ذوبت لك فيها معلقة عسل، عسل شرش الزلوط. ما بدي. تعال تزلع. انت ليش زعلانه؟ اذا هي حابه تتسلى وتساعد جوزها بالمصروف. لكن ليش حاطه دابة بداب هدول الامهات تبع هدول الاولاد بالذات؟ هلا انا صحيح مضايقت لي خلق القصه، وخصوصا صاروا اولاد هون وهنيك، بس بدك الحق نظيره ما غلطت، كل القصه حكيت مع المره، تحكي مع رفقاتها اذا عندهم اولاد يحطوهم عندها. ايه ستي هي كلها حيل مشان تسرق الاولاد من عندي تقبروني. لا سميره تخنتيها، نظيره احكي ليش ما عم تحكي؟ شلون بدك يا تحكي؟ مالها فاضيه، مدري شو صار لساعه عم تاكل. شفوقتي يقبر حساد وجبري لوز وقال لي نظرتي حبيبتي لازم تاكلي عسل ولوز ولازم ما تتعبي حالك ولا تشتغلي شيء ولا تشيلي شيء. ايه وما تطقي حنك كمان مشان ما تتعبي وتتعبي اللي عم يسمعي. وقال لي يا نظيرة اياك من الزعل وسمة البدن، قد افيك تضحكي وفرفحي وانبسطي مشان يجوا ولادنا حلوين مثل فقش اللوز. والله فرحتيني، معناتها ما عاد بدك ولاد؟ مين قال هالحكي؟ هذا شيء غير شيء. إلا كان حاجتك دلع وزعبرة لأنه ما حلي، هذا إذا كان في شي. إيمان ما اشتهي العوامي، تعرفي لي ليش؟ صحيح لك لا بس هيك يعني حبيت جاكرة. لا مالك حق، سميرة كثير تنبسط لك إذا كنتي حامل. بعرف بس ليش ما تجاكرني؟ صحيح إيمان كيف بدي أعرف إذا كنت حامل؟ بسيطة هاي حبيبتي، بتروحي على المخبر وبتحللي. على المخبر؟ بستحي؟ لا من كل عقلك عم تحكي؟ شحاري هالعيب، إيه بالله بستحي. طيب حبيبتي بكرة بروح معك أنا، بس اسمعي لقلك لا تفطري. لا أهلا. جاهزة؟ جاهزة، بس لحظة تجيب شغلي قلتي لي عنه. إن شاء الله ما فطرتي ولا لقمة. شو هذا؟ ليش كل هالقد؟ قلال؟ لك كتار كتير بل كتار بايتو. عجلي عجلي. يلا ماما ما تعذب خالة سميرة. يلا عفو حبيبي. تعال حبيبي شطور هذا.
هذا يا زلمه وشطوره لينا لك ومسكر كمان خلينا نقعد انت وياها والعب لك الطاوله ولا يهمك مدام دخليك بدي اسالك وين جارتك شو بدك فيها بدي خبرها اليوم وحده من رفقاتي جايه لعندها وجايبه ابنها الصغير معها يعني بتشوف الاوضاع بتتفق هي وياها هيك شيء عندي انا بحطه عندي ايه لا انت عندك اربعه ما شاء الله حولك ايادو بتلتهي فيهم بيلبكوكي كتير هيك بعدين هي بدها تسترزق باين عنا حبابه لا مو قصدي انا يعني قصدي اذا هي ما وافقت شيت انه مو حبابه حبابه انا رح اقول لها ولا يهمك شو بنا معقول تزعل لهالدرجه هاي لك شو بدك يعني ارقص قريحه ومتفائل يطلع معي اقل شيء اربعه قم ارجع معي لوحي لا حبيبتي لا ما ببين الأربعة بالتحليل ولا التوم ببين بعد إذا ما بين هلا التحليل بعد شهر ببين بعد أسبوع ببين هاي المخبر قدامك كل يوم ينحللي وبلكي ما زبطت لا تكلي على الله ما تخافي خايفة والله بطق عقلي طق إذا ما زبطت وقالك مع السلامة شاعل ضو وضافة ضو وقال المدفع بو وين كنتوا مشوار خير شو فيه؟ نادي للمنظيرة بدي خبرها خبرية تبسطها مشان تعرف انه انا نيتي سليمة مو عاطلة فوتي خبرية انتي ما بدك اترك الاولاد خير يا ستي ما انتي عندي خبرين خبر كيس وخبر مو كيس بلشي بالكيس ليه؟ لانه الخبر الكيس بنحكى بداية اللي خبر اللي مو كيس بصير سيرة اثنين سيري البند الاول سيري الي والبند الثاني سيري الك يا حبيبي معناتها صباحي اليوم شرفي صباحي هذا يا سيدي اللهم صلي على النبي شو بدي قلك تعال تعالي قول لبابا شفيق قل له بابا شفيق قوم يلا قل له بابا قوم قل له شفيق قوم صارت الساعة 12 بكير شو 12 شو ما اتفقنا هيك؟ لا اتفقنا حتى اسأله ها شفت؟ شو اتفقنا؟ لا ما اتفقنا ولا شو كنا قاعدين عم نحكي لوش الصباح؟ لا اتفقنا بس انت نمت قصات لما نحكي بالبند التاني البند التاني جدول الأعمال هو لأنه ما لي فضيلك هلأ بدي لحق الشغل كوني بعلمك أنا ماني موافق أبدا ها هلأ بس تجي أمه شو اسمها أمك أنت؟ أم مصطفى بس تجي مع السام ليه انا ماني موافق لما تجيبه بغير لك اسمه برني لا ترد عليها قحصه وعمل حالك مو سامعه بابا شفيق قلبه طيب قوامه بيقبل تعال تقلك تعال نروح نجيب المفتاح يلا معلش نجيب المفتاح ونروح نزور خالي سميره تعرف على ست سميره نظيره جات بسرعة لأنه أعطوني مرحة انتهى الدوام يا خانوم مشان تسهريني حضرتك كل يوم للصباح قلعوني من الشغل بح بح أحسب المعلم بيحبك أي بيحبني بس مو كل يوم يجيني عين شلف من المتاوبة والنعاس هذا فرن وبده شغل والشغل ما بينتظر حدا لحتى يصحى إيه قحصو أصلا هالشغل كله مو عجبتني من الأول لأنه مالي شايفية قحصو لأنه أنا كل يوم عم يصح لي شغل لحتى قحصو شو يعني قحصو طنشو هلق انت شقد ما تاخد عتالي باليوم قروش اذا منشان المصروف لا تاكل هم انا هلق مصروف على البيت قحصي لي هالموضوع كله من راسك بقى اليوم بترجعي الولد امتى بتجي امه ما رح رجعه وبدي اجيب غيره اذا الله رد نعم قلت لك امبارح بالليل بس انت متشبع منك بعدين شو مضايقك الولد لقاك اخذ لعبته وما تلعب فيها
وفهمتي انه اليوم اخر يوم؟ لا فهمت، تدبر لنا غيره. ما في مشان، بدك تخليني اضطر اعمل له قتل قدام امه لحتى تحرم تجيبه لهون. والله اذا الك قلب تضرب ولد اعملها. مو ضروري يضربه، اضربه بعمل حالي عم بضربه. بعرف انك بتعملها. عندك شي للغسيل؟ عقلاتك. الحمام سخن، هلا بغسل لك راسي. هلا فهمتي شو حكيت؟ بتفهميها؟ ما بقى بدنا اولاد البيت؟ جوزي بلش ينزعج، بلش يوجع راسه. بس اذا اخذت الولد رح تاخذ معه اللعبه. شو هالحكي؟ بدها تاخذها تاخذها يا ستي، بس لا احتمال تتركها ذكرى. شو المناسبة؟ المناسبة؟ شو المناسبة؟ يعني مو نحن ما عندنا اولاد؟ يعني مشان تذكرنا على الاقل بطفولتنا اللي قضيناها بدون العاب. انت قضيت طفولتك بدون العاب، اما انا كان عندي كل لعبة هالقد قدها وكل وحدة احلى من الثانية. بالله؟ مثل شو؟ كنت جيب لك هالمخدات الكبيرة والصغيرة وصف لك اياها هيك على ارض الغرفة، وتخيل كل واحد من الولاد واقعد علمي. لا هلا هاي هي نظيرة لك. انا قلت اني قضيت طفولة بدون العاب بس مشان ما اكسر بخاطرك. ولا انا كان عندي كل لعبة اخت اختها؟ بتعرفي على بالسردين الفاضية كنت لما من الشارع بخوشها بعد ما نظفها حط لها بسامير ووردات وشكلات، اربطها بشريطة بعدين مطيطة بعدين حبلة وشدها على اساس سيارة. ولا الخرق، الخرق كانت تجيبهم امي تخيطهم تعمل اياهم طابي، هدول كانوا كافيين عندي. جاي تجيبي لي لعبة انا عم تهز بخسرة. قال اسمع تقل لك لكان، اذا مفكر حالك ما تمنفخ علي بالالعاب تبعك. انا حكيت لك على الالعاب تبعي تبع المخدات بس مشان احكي لك شغلي عقد بتفهم بالالعاب. اما اذا بدي احكي لك على سطولة السمنة اللي كنت عملها دربكات مستعد عقدك فيه. شوفي نظيرة لا تجاكريني، ما راح اتجاكر، لا تحاولي. لك انا لما كنت صغير ما كان حدا يغلبني بالالعاب، كنت نط على شجر نط اصنف وهيك عصاي اركب علي حصان ودي دي دي كل الولاد بالحارة كانوا يغيروا مني كلهم. نحن الولد اللي كان يعمل هيك كنا نضحك عليه وما نلعبه معنا بالتراب. كنتوا تلعبوا بالتراب؟ اعوذ بالله، شو سخين وسخين. حتى تعرفوا شو الفرق بين طفولتي وطفولتك. لك انا كنت امشي حافي على التراب اتحمل نغوسة البحص والشوك بس مشان ما اغبر وسط ثياب العيد، كنت خليها للعيد اللي بعده. حتى بالتياب كانت طفولتك محرومة يا مسكين. انا امي كان كل ما زغر فستان عليا كانت تقص لي منه شي 6-7 بلايز وشي 7-8 بناطرين وتطبق لي اياهن تقومي على بعضي، وهذا بس من بدلة العيد لبدلة العيد اللي بعده. نظيرة خلص، ها لا تجاكريني، لا تطلع معي، ها اذا طلعت معي بحرق الاخضر واليابس. ها اي دخيله انا ولك دخيله المعصب، ما احلاها انا دخيله. شو بتفكر؟ بالله ما تفكري فيه انت. معقول يكون في اولاد ما ينضحك عليهم بلعبة خرق ويقضوا طفولتي مثل ما قضينا طفولتنا؟ هذا اذا لقوا لعبة خرق اصلا. طيب ليش؟ ما بعرف. مين اللي بيعرف؟ ما بعرف، بس في غلط كبير كتير ما عم بعرف اقوله وحدده. بكل البلد بكل الدنيا في شي بزعل بس ما بعرف شو هو. خطر ببالي كيف كنت فكر وانا وصغيري، كنت فكر انه امي وبيي ما يبخلوا علينا بحق التياب والهدايا، وهلق لما صرت بدي جيب اولاد صرت قول يا الله بلكي شي ولد من الولاد قال لي يا ماما بدي لعبة جديدة، بدي تياب جديدة على العيد، شو بدي قلي؟ فتش هوني وهوني وما لاقي معي مصاري، شو بدي نقولوا عنا؟ شفتي؟ هذا الكلام اللي بنحكى، أحسن شي ما نجيب ولاد. صباح الخير. لا بدنا نجيب ولاد، وشو بدي نقولوا عنا يقولوا؟ دخيل الوش أنا يقبرني الوش ما أطيب وما أحلى. بكرة بس تكبر بتقدر وبتعذر وبتصير تعرف إنه بيك البخيل مو أمك. نعم مين البخيل؟
بدي قصة لسانه، هاتي لهون. شفيق تعال تريد بعيد عن الولد هذا بتراقبه؟ كسر راسه تكسير. إذا بدك شفيق اتركه. تركيني عليه. انزل انزل بعيد من وش بيك، بيك معصب انزل. لك أنا من أول كشفك جائر وتقيل دم طالع لأمك. نعم نعم شو تفضلت؟ شوفي شو عمل عليك، شوفي شوفي. الله عليك. لك يقبرني ربه، هو عملته يقبرني. إليه مطيب الريحة. لك شو عملت؟ لك تقبرني. لك مو لازم روح حلل على جديد. روحي حللي النظيرة. طيب وهذا الولد شو بدي اعمل فيه؟ خديه معي. اعوذ بالله من الحكي، هذا اماني برقبتي، ابي يصير يطلع من البيت، شو بيعرفك شو بيصير بالطريق؟ طيب حطيه عند سميرة. لا عند سميرة بحطه، لانه ابدي اياها تعرف ان ريحه على المخبر. طب اسمعي تقليك، يا بتحطيه عندك يا بتروحي انت عني. لا حبيبتي أنا ما فيني أتحمل مسؤولية الأولاد لا عندك ولا عند سميرة، بس فيني أخدمك وروح المخبر. ولك إلهي إلهي مولاي تجي بشارة عن طريقك يا إيمان، حقي لتقلك. ليش كل هاد؟ خليه يدور منيح، الله يوفقك. أكيد هديك المرة ما كفوا مشان هيك ما لقوا ولد. تأخرت كتير. شو معناتها؟ معناتها أكيد في حمل وإيمان مستحيل تجي تقول لي. إلهي إلهي بجاه الصبي تبعت لي ولد، أبدي توب واحد بس يا الله. شو جابك؟ رجلي. قصدي يعني ما لقيت شغل؟ بلا. بعت الجرجير، شو رأيك؟ رأيي فوت قعد جوا ارتاح، ولا قل لك فوت ارتاح جوا وتسطح بجوز يجوا رفقاتك، ولا قل لك شو قل لك أنا؟ شو؟ لا تقول فوت. أتليه؟ شو صار معك؟ من عيد التحليل بعد كم يوم. شو حالي أنا؟ صرت أكلي 5 كيلو صغير العزلات ولا بين فيه شيء. شو بدي أعمل هلأ؟ روحي على الطبيبة النسائية. طبيبة نسائية؟ شو بدها تعمل؟ بتفحصك وبتطمنك على حالك. شو حالي الحكي؟ وش قد بدها مصاري؟ شو بيعرفني؟ طيب جبت الفواريخ. ليش بحاسبك عليهم؟ شو بدي أقول لك؟ اعمل حسابك إنه بكرة بدي فايقك بكير مشان تروح على الشغل. حاول معي بلكي بيرجعوك. مو على أساس مو عاجبك شغلي؟ يعني بجوز تحتاج لك شوية مصاري. وشغلك؟ أبي كفي لوحده. بعدين المبلغ اللي ما أخده أبي يعمل شيء. يكون بعلمك عالشغل ما عاد يرجع نهائيا، لأني ما عطت راس صاحب الفرن بالطحين قبل ما أطلع. ضروري تبعت له راسه، أبتحسب حساب الرجعة. هلا أنت لشو بدك المصاري؟ شغلي نسائي ما لك علاقة فيها. لا تكوني حامل وما عم تحكي. إلهي مولاي يسمع منك. إيش قد معك مصاري؟ Thank you.
صعب الحمل يعني. لك ليش هيك عاملة بحالك؟ هاتي خدي خدي عمي خدي هاتي. ما اقول لحالي يعني اذا عملت هيك بلكي بصير يبين بتحالي اذا في حمل ولا لا. ها وشو هالشطارة هاي؟ طب لك ليش ماني ما احمل؟ قلي ليش السبب؟ قلت لك روحي على الدكتورة. لك ليش انت بتعرفي؟ وشو بدي اعرف؟ السبب كنتي وفرتي علينا اجرة الفحصية؟ نظيرة بلا بخلنتك. قال بخلني قال. انت بتعرفي شقد انا كريمة وايدي لالله هيك بس هالفترة ناشفة ها؟ ناشفة كتير. ما صار شي. فيكي تتديني من سميرة وبتروحي انت وشفيق على الدكتورة. شحاري هالحكي. شو دخل شفيق بالنص؟ شو بده ياخده معي؟ بتفحصوا حالكن. لا بكرة بروح أنا وياكي لعند الدكتورة بلكي طلعوا تحاليل كلين غلط وإذا طلعت حامل رح أقنعها للدكتورة تخليني خلف عندها بسرعة بجيب الولد معي وبفاجئ فيه شفيق. هلأ أنت هبلة ولا عم تهبلي يا؟ قولك لا بس هيك يعني هيك حاسي حالي بدي خلف بين ليلتين وضحاها. وهلأ رح تخلفي؟ إيمان معقولي أنت معقولي خلف قبل ما أجيب فستان حمل؟ لا لا بنوب معك حق. اهلا وسهلا بالقمر اشتقت لك كثير. تفضلي بكره بدهم يجيبوا لك ولدين كمان. جد ما تحكي؟ اي والله وفي غيرك كثير كثر ما حكيت لهم عنك كلهم حبوكي. لك عيني ربك عيني مكياسك. تفضلي سقيكي بنتي. لا معلش هلا ما معي وقت مره ثانيه مثل بدك. يلا باي باي حبيبي. قل لها باي للماما. باي, ماما. باي. مع السلامه. سكري الباب وراكي الله يوفقك. نقعد هون ونلعب بالألعاب. بس أول شيء شو بنعمل؟ نشلح الصبق مشان ما يوسخ السجادي. خبط بني خبط. خليك هون لتروح بس أشوف مين. إيه؟ لقيتيها مو فاضية انت اجيتي لعندي. انا في هيك شيء؟ يي ما شاء الله حولك. شو قالت للدكتورة؟ طمنتها قالت لها ما فيك شيء وممكن تحملي. اي الحمد لله خطي تعلقت كتير بالولاد. شو صاير عم تحني عليها؟ اي شو شايفه قلبي حجر يعني؟ ايمان لا تكوني انت ما بتتمني لها تخلي. انا بالعكس ما شفتيني كيف اهتميت ورحت واجيت معها حتى انا كنت روح حلل لها.
حسب مشغولة. اشتقت لسميرة اجيت اطمن عليها؟ اشتقتي لسميرة واكيد احتاجي لها القصة كلها ياتا من اولتها لاخرتها. عيب عليكي نظيرة، انا مالي نمامة. لا نمامة ونص، وانا متأكدة انك حكيتي لها. مو لحق عليكي، لحق اللي بخدمك. لك اصلا طولوا بالكم يا شباب، شو بكون يعني؟ واذا حكيت لي شو انا عدوة ولا ما بتمنى لك الخير ولو؟ ابدا، انت قفي منك بالعالم، مشان هيك انا جاي احكي لك واخذ رايك. ولك حاجتك لي لوز مشان الله، كل شيء زاد عن حده ناقص. بتستاهلي، بتستاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شفيق، ليش هيك عملت فيي؟ قومي 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 معي، كم يوم تجوا قومي. هيك تترك البيت وبتروح زعلان؟ انت كمان يعني حاولتي البيت لحضاني، معقوله؟ شوفي يا طيب، فكر بالموضوع، بتلاقيه كثير كيس. لك يا حبيبتي، جبتي ولد، قلنا ماشي الحال، امر الله، ها سكتنا، قلنا بتتسلى. اثنين كنا كمان سكتنا، قلنا يلا من مره شغلي. بس خمس اولاد وصاروا تسعة بعد ما رحت، شو يعني؟ إيه كنا جبنا أولاد نحن وربيناهن وخلصنا. نحن فيها حامل؟ يعني تقريباً، شد اللي همتك، حطتك وساعي؟ أنا عند دكتور ما بروح. ها؟ وليش بقى؟ ولك شو بدي له؟ لك شو أنا ساعة ما نحكي؟ نظيرة، أنت شاكي برجولتي؟ شحاري الحكي، شو العلاقة هالقصة برجولتك؟ خلينا نطمن بس. حبيبي شفيق، انت ليش هيك صاير طبعك؟ شو طبعي؟ هلا بطل يعجبك طبعي؟ ها عم اقول لحالي، ليش نازل فيني الصبح وظهر ومساء؟ شرش الزلوع جرجير، شرش الزلوع جرجير، زلوع 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 لحتى زلعتيني. زلعتيني؟ شو يعني زلعتيني؟ ما بعرف. المهم بدك تروح. لا ما رح اروح. شوفي اللي قلك، انا جدي جاب 36 ولد، ولد بنطح ولد، يعني نحن عائلة خليفة ومنجيب وقت اللي بدنا. صحيح ما بقي منه غير أبي، وبعدين استفقدوا ربه وما جاب غيري، بس كان معتمد علي أنا بدل 12 رجال يا نظيرة، الله يرحم جدودي. المهم بدك تروح، يعني بدك تروح. لا ما رح أروح. شو؟ إن شاء الله اقتنعتي. اقتنعت بس ما فهمت. أنت ما عم تفهمي أصلاً، لأنه في موال برأسك بدك تغني. بدي غني هو بدي ولد. لك يا نظيرة، طالما الدكتور فحصني وقال اني سليم ما بشكي من شيء، وانتي سليمة ما بتشكي من شيء، وين المشكلة؟ لكن لشو قلت لك اقتنعت بس ما فهمت؟ يا حبيبتي، لحتى الله يريد ويطعمنا. بعدين انا مالي مستعجل، طالما احنا قاعدين بالاجرة مو ملاقيين شغل مستقر مثل العالم والناس، انا عن نفسي مالي مستعجل، فهمتي؟ لا، العسلات واللوزات خلصوا، وهلق هلق بدي غيري. فوتي 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 فوتي، لك ليش جاي هذول كلهم؟ استلميه. لك شفيق زعل كثير وقال بده اياهي، قلت لحالي اجار اولى من الدار، تكسبي اجرتك احسن ما انك قاعده لشغل ولا عامله. لك حرام عليك يا نظيره، انت شفتي مشان اربع اولاد شو عملت كمان؟ شو بده يساوي فيني؟ الله يرضى عليكي، خديهم بلا ما تعملي لي مشاكل. لك انا عم مشكله بيني وبين جوزي لكان؟ لا خديهم مالي على اخديهم، روحي طاوي يا اولاد. يلا خلي صوتك قدام الاولاد، عيب ما بيصير، حرام. تعيدك بالشغل، لك تعيدك شو؟ ولك مجنون، يحسبيها بعقلي وشوفي شقد بيجيكي مصاري من وراها. ليش ما انت بتحسبيها وبتشوفي قديش بده يجيكي مصاري من وراها؟ ولك افهمي علي، جوزك صدف هذيك المره وكان بالبيت، اما انا جوزي طول النهار وجوات البيت وشب وشي، بس يلاقي شغل مو بعدك نرجعين لعنده. ما حذرتي حبيبتي، ما حذرتي. ولك حذرت ونص. ولك سميرة، ليش نخليهم يغلبونا ويقهرونا ويحرمونا من الأولاد؟ خليكي عاقلة وحسبية بالمصاري، غير حلاوتي إني قبروني. ولك طلعي محلاي، نطلعي معي مليكي. شي بدي اخلق هيدينا، ما عاد طلطة ابنه ولا عاد ما عنده تفوت لعندها. لك صاروا تسع أولاد، ما بدي اقعدهم، انا ما بدي اقعدهم. شايفه طمع لوين بوصل؟ صح انت الثانيه اقل بك. لك طول عمرها طميعه، بتعرفيها؟ سبحان الله، يا عيب الشوم علي، بس يا عيب الشوم. قلت لي يا سميره، لك خلينا نرجع الاولاد لاماتي نخطي. قالت لي لا، بدي خليهن عندي واكسب اجرتي. يا عيب الشوم، بس لك على القليل توظف لها شيء وحده اذا بدهن يبقوا عندها. بس الطمع،
طمع ضر ما نفع. نظيرة قومي ساوي قهوة لبصلك وشوف إذا بدك تجيبي بنت ولا صبي، أنا بكملها عنك. شحارية الحكي، عم تنتظري الأحمال. هلا أنت عن جد بدك ولد؟ هلا كل شي شفتيني ما عمله ما تسألي هالسؤال، لكن مو عن جد. قال لك على طريقة تجيبي فيها ولد بسرعة؟ عندك طريقة وساكتي؟ لك مو شايفتيني كيف رح نتي في حالي تنتي فتح حتى أجيب ولد؟ طيب أنا شو بيعرفني إذا كنتي بتوافق عليها ولا لا؟ لا شو فيها حتى وافق ولا لا؟ أنت بتسمعي بطفل الأنابيب؟ آه؟ طفل شو؟ أنابيب؟ والله ما فهمت عليكي. وأنا كمان ما فهمت، بس سمعتهم عم يقولوا عم يعملوها ويجيبوا أطفال من جوات الأنابيب. هذا كله حكي بحكي، أنت شو بدك منه؟ لك حطيها بعقلك وحسبيها، هلا معقول طفل يطلع من أنبوب؟ يب! ايش هو صرصور يعني؟ شو بيعرفني؟ انا قلت بقول له بركي بيقدر في ده. طيب جوزها شو قال؟ لسه ما قالته، اكيد رما حتقول له حينبسط كثير كثير وحيجيب لنا زينه قلبي ويحط لنا بكل انبوب ولد مشان يخلص من نقا. لك خلص طبختي لي حالي تروحي وتجي مثل ما كوكي حالك. سمينة؟ نعم؟ هي اقترحت علي اقتراح ودلتني على الدكتور وبس. ولمين بدهم يحطوا الانبوب؟ قولي لما عليك. شو بيعرفني؟ هلا بروح انا وياك على الدكتور وهو بقلنا. شوفي نظيره يعني خلص لحد هون وبس. بدي ولد يعني بدي ولد، انبوبي بلا انبوبي بدي ولد. كبري عقلك ولا تعملي مشكله بيني وبينك. هلا اذا بدي ولد بكون معه المشكله بيني وبينك. لك يا عمي انا ما قلت لك شيء، لك ما قلت لك شيء، قلتي لي بدي ولد. اتعاونت معك. تعاونت لما بتعاونت؟ كل عسل أكلت، زلوعة زلعت، جرجير تجرجرت، جيب لي حليب جبت لك، جيب لي لوز جبت لك، كل شي عملت لك، أما تركبي لي أنبوب؟ إيه لا مستحيلة. هلق إذا الأنبوب يجيب لنا ولد، ليش لا؟ لا يعني لا. هيك لك؟ إيه هيك. طيب يا شفيق، منشوف. شو هاد؟ نظيرة؟ أنا عم تهدديني إلي؟ ولك أنا ما بتهدد. شو بدي هيك؟ بدي ولد. وبالانبوب. فرصة عمل مغرية في مدغشقر. كيفك مروق؟ جبت لك الشاي. ليش ما تطلع فيي هيك؟ هاي الولاد رجعناهن واعتذرنا لأماتي وبقى غير راسي براسك. ايدي على راسك، ما كانوا كيسين وعاملين جو حلو بالبيت. شو بدك توصلي؟ ايلي يا الصابع مك ياسين ايلي لك لك هتطلع محلاه ليه؟ غيره غيره مبارح بالليل شفت بنام كيف بدي اقول لك يعني الله ما صلي على النبي طير ابيض على اخضر في بدمه شلموني وعليه هيك يعرف سيرقوني مثل التاج وقف على كتفي اليمين هون يعني خير شوي الله نطقه قام قال لي يا بنتي جايتكم رزقه وهالرزقه هي جايتكم مع ولد لازم تجيبوه بسرعه زدت الشلموني وطار فقد أنا بلبنان لقيت الشلموني ما لقيت الطير قلت لحالي يا بنت شو معناتها لبنان هذا؟ معناتها يا سيدي إنه نحنا لازم نجيب صبي بسرعة ونسميه توفيق عاسم بيك مشان الله يوفقه وبعدين؟ نمت قام رجع الطير قال لي لا تأخره وشوفوا الدكتور تبع الأنابيب بسرعة رجعنا للأنابيب شوفي نصيرة أنا ولد بالأنابيب ما بجيب خلصيني معه والطير لكنه طير رح تطير لعالي كل شيء إلا عقلك تقبرني أنت وعقلك هاي نحن لايقين ونحكي على هذا من جبلنا هلق ولد بالأنبوب وإذا عجبنا من كتر الأنابيب نظيرة جيرانك يلي زرعوا هالوسواس براسك يهتموا بحالهم بقى يجيبوا ولاد بالأنابيب بالأساطل بالشلمونات بس يحلوا عنا ما حد زرع لي وسواس براسي أنا حين بيجيبوا ولاد هيك فقست يعني بالأنبوب لك مو شايف التعتير اللي معترينه؟ تعتري ولد معنا فوقها؟ شو دخلني أنا؟ ما قتلك فتير ورزقة؟ طير ورزقة لحتى الله يريد يا شفيق يا حبيبي يعني هالأنابيب لولا الله سبحانه وتعالى ما هداهن عليها لدكاترة ما كانوا عملوها لك عملوها للي عندهم مشكلة نحن ما عنا ولا مشكلة مو شرط لك شو عرفك؟ هيك قال لي الطير اشهد ان لا اله الا الله
لك شو المنام هذا؟ ما شاء الله. وما قال لك الطير انت الولد بده يشرف؟ انت رح تولدي؟ انت رح يبطل يعمل تحته؟ انت رح يفوت على المدرسة؟ انت رح يتخرج من الجامعة؟ انت رح يخدم جيش؟ انت رح يخطب؟ انت رح يتجوز؟ انت رح يخلف بالأنابيب هو الثاني؟ ولا شو رح يسمي ولاده؟ لا، ليش الكذب؟ هالبناب ما جاب سيرة حدا غيرنا، حكى عننا وبس، وكتير كتير ركز على الدكتور تبع الأنابيب. أنا على دكتور الأنابيب ما بروح حتى لو بده يطلع مني بترول، فهمتي؟ شفقيفو، شفقفة. لك شو وين كنتي؟ بالسوق. شو ها؟ شو جايبة؟ حزار. شمعة طويلة؟ لا، جايبت لك مفاجأة ما رح تنساها طول عمرك. شرف. شو ها؟ يا سيدي، شفتك أبدك تروح على الدكتور، قلت لحالي بنزل على السوق وبشتري أنبوب ورحنا بنتصرف. لك شو أعمل فيكي؟ شو أعمل فيكي؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تتحرك. هذا ما عاد بيت، هذا مصيبة. ما رح خليك تطلع وانت زعلان. كثير دقلة عم رضاتي انتي. طيب اقنعنا بس، ليش ربطك ولد بالأنبوب؟ لك جايبت لي أنبوب مي ومواسير ومجاري، بتقولي لي ولد أنابيب؟ ولك ما مزح معك مزحة، أنت اللي بتصدقني. لك شو هالمزحة هاي؟ شو هالمزحة؟ بدك تقضي وحامك بالمجاري؟ شوفي، فكرة ولد بالأنابيب بهالبيت تلغيها نهائياً. بس بدون بس، تلغيها يعني تلغيها. شفيق اسمعني طيب شوي. أنتِ اسمعيني، أنتِ اسمعيني. أنا وأنتِ ما فينا شيء. لك ما فينا شيء، الدكتور هيك قال. حتى كتب لي إلي بالتقرير إنه أحسن سابر وإلى الأمام. إذا هلا ما قدرنا نجيب أولاد مو معناتها ما فينا نجيب. لك هالشغلة مو بإيدنا، من عند الله. أنا معك إنه الشغلة من عند. خليني كمل كلامي. بعدين هذا دكتور الأنابيب تبعك، إذا رحنا لعنده فرضاً، لك ما بده مصاري، ما بده فت عملة قد بقر الجحيل. ما تقل لي إيمان. أوهو علينا، رجعنا لإيمان. لك يا نظيرة أنت بس فكري، إذا إجاتي ولد أنابيب شو رح يصير اسمك؟ أم أنبوب، وأنا أبو أنبوب، وبكرة ابنك رفقاته بالحارة حيقولوا راح ابن الأنبوب وإجا ابن الأنبوب، وسميرة وإيمان تبعاتك بكرة كل ما دق الكوس بالجرة بدقوا عليك الجرس، يا نظيرة تعي ضبي أنبوبك. شو حرجمتك يا نصحي؟ هي ما خطرت ببالي. شوفي، إذا برجع على هالبيت وبلاقيك عم تفكري بنفس الموضوع ما تلومي غير حالك. ها خلص نسيته، الله وكيلك نسيته. خلص خلص خلص، لنشوف يا نظيرة. من الانبوبي العمى في عيونك يا ايمان. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحيى لله لا يا يلدي، يحيى لله لا يحيى لله. وتشيل الزير من البير، بدها تعلى بتطير وتشيل الزير من البير، يحيى لله لا يحيى للي، يحيى لله لا يحيى للي، يولا لا لا يولا لا يا لولا لا لا يولا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا خمير لالو فطير كسب القمح ونسي الشعير، لالو خمير ولالو فطير كسب القمح ونسي الشعير، يحيى لله لا يحيى للي، يحيى لله لا يحيى للي، يحيى لله لا لا يا لا لا.